يا رمضان؟ بعدين هقول لك كل حاجه. ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا جايبه لك لقمه. تعيش يا علي تعيش، هات منها الاكل يا عسكري. انت بتتامر قوي. والنبي يا اخويا تدي له الاكل. حاضر يا ست، هو مسموح له باكل مدن، بس امشي انت. روحي انت علي، روحي وحطي بطنك بطيخه صيفي. ازاي بس يا رمضان؟ يا ست امشي بقى، ما تودينيش في داهيه. الله، امشي مكانك يا جدع. انت مش لما تناولني الاكل الاول؟ حاضر يا سيدي حاضر. اتفضلي يا ست. مع السلامه. وانت حلويت وبقيت ملفوفه كده. مع السلامه. خلي بالك من نفسك. انت محلويه كده. ها ايوه يا سيدي اهو، هات الاكل يا باشا. طيب يا سيدي اتفضل. اتفضل انت. تعالى هنا، انا بقول للعسكري. اقعد يا رمضان. يا رمضان كل تقارير المباحث اللي قدامي بتقول انك كويس وسمعتك طيبه وانك ماشي دغري. ما هو دي اللي انا بقوله يا بيه، انا فعلا ماشي دغري. عشان كده لما اختلست جبت لكم على بلاطه كده على طول. مش احسن ما كنت حرقت لكم الخزنه وتقعدوا تحققوا موسيم وجن وتقلبوا دماغكم؟ لا يا بيه لا، ويمكن انكشف او ما انكشفش. انا ما بحبش الطرق دي. انا لا بتعمس كهربائي ولا عقب سجاره. اختلاس، واختلاس حقيقي وقوي وواضح، وديتها معروف من 7 ل 10. من 7 ل 10 ايه؟ من 7 ل 10 سنين سجن، كما هو الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات. يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل موظف او مستخدم عمومي يختلس اموالا او اوراقا او امتعه سلمت اليه بسبب وظيفته. انت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ لا انا ما قلتلكش. قال ايه يا سيدي؟ كنت انا طالب في الحقوق بس بطلت دلوقتي، بس حافظ الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات كويس قوي، كويس قوي قوي قوي. بس يوم واحد سجن بفلوس الدنيا كلها يا رمضان. طب وايه يعني؟ ما انا مسجون جوه نفسي ومفيش حاجه عارف احققها. طب ما تاخذنيش انت لو مسجون جوه نفسك العب 100 مره مما لو سجنت في سجون مصر كلها. يلا بيه، يلا خلصنا حياه ابوه، يلا دي القضيه جاهزه وواضحه والظلم مدب ومعترف، واحنا جاهزين، احنا جاهزين قوي. طب ليه عملت كده يا رمضان؟ قصدك البواعث يعني يا بيه؟ هي ده عايز اسال. واحد تحت ايده 400,000 جنيه، حسبته لقيت نفسي عمال ما اخرج على المعاش هاخد 6,000 جنيه نقطه نقطه. طب خليك انت مكان. تاخد الحكايه ببساطه قوي. ما هو يا بيه لو قانون العقوبات بيقول ان المختلس يعدم كنت فكرت شاورت عقلي، لان العمر مش معزاه. وحتى لو غيرت القانون دلوقتي مش هيطبق عليا. ليه بقى؟ لان الجريمه حصلت في ظل القانون القديم. ها منطق مش كده؟ انت طلعت لنا منين؟ واشمعنى انا يعني اللي طلعت لكم منين؟ ما الدنيا مليانه حراميه. طب فكر وارجع في كلامك وانا هحفظ المحضر. افكر؟ افكر في ايه؟ يا سعاده البيع، انا لو كان حصل عندي 50 جنيه عجز في الخزينه كانوا اعتبروها اختلاس زيهم زي ال 400,000 جنيه، هيطبقوا الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، جنيه زي 1,000، يبقى انسرقت سرقه جمل. مش واخد بالك انت؟ على راي الولايه القرشانه بتاعت الكرو. يعني مفيش فايده في دماغك؟ انت بتضيع وقت سعادتك. خلي بالك كويس ان احنا هنجيب الفلوس، وساعتها اللي حطوه الابيض والاسود، وهتتحبس برضه. وما حياة فرص برضه يا باشا. طب انت هتخرج دلوقتي. اخرج اروح فين؟ هتخرج بره؟ هتروح؟ لا. ليه؟ كده هتدفع كفاله وتروح لغايه ما يتحدد لك جلسه. طب انا ما عنديش فلوس ادفع الكفاله. ما عندكش فلوس؟ واحد 400,000 جنيه وما معكش فلوس؟ لا، ما هم دول ليهم اوان تاني خالص، ولا العفاريت الزرقي يعرف مكانهم دلوقتي. لما اخرج من السجن وعليه خير بقى يبقى فيه كلام تاني، على راي محمد لطيف. شفت ماتش الاهلي والمحله؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. يعني انت مش عايز تخرج بكفاله؟ يا بيه انا عايز القضيه تخلص اوام، والحكم اوام اوام، والسجن اوام اوام، عايزين نخلص. الله، ايه اللي هيخرجني ويدخلني؟ على كل حال انا اقدر اخرجك من غير كفاله، بضمان بطاقتك الشخصيه او محل سكنك، او تلاقي لك محامي دافع عنك. والله يا سعاده الباشا المساله لا محتاجه محامي ولا غيره. القانون واضح والمادة معروفة ومحفوظة. إن أنا قدام حضرتك عايز تخرجني خرجني، يمكن لك هدف تاني. طب هات بطاقتك الشخصية. معيش بطاقة. إيه؟ وروني بقى هتعملوا إيه؟ ولا يمكن لحضرتك أهو؟ لا في بطاقة. أهي أهي، يمكن لك هدف تاني. بس شفت الصورة بتاعتي حلوة. طب اتفضل اديها له. حاضر. صورة جميلة من ساعة ما كنت في الإعدادية. أيوة والله. اتفضل امشي. هات يا سيدي.
اتفضل. ما تخافش. مع السلامه. اي والله خلي التذكار مع حد. مع السلامه. سلام عليكم. مش عايزين اي حاجه من بره؟ مع السلامه. سلام عليكم. راح فين يا فينا؟ خش خش. ايه يا ده انا البيه الوكيل هو اللي خرفني. سيبه عسكري. ده حاجه عجيب. عمرك شفت حرامي بيخرج؟ ده بيبقى قاعدين قاعدين وبيخرج بكفاءات بيضيعوا وقتهم. اتفضل. لا مش انت. انا بقى المره. السلام عليكم. عايزكوا تراقبوه كويس. تفتكر سيادتك انه مش عامل حسابه؟ اكيد عامل حسابه طبعا، لكن اهو اجراء يمكن نعرف بيه اي معلومات تفيدنا عن مكان الفلوس. المهم عندنا دلوقتي الفلوس. حاضر يا فندم. انت ايه هرب؟ ايوه هرب. واللي هيلاقيني هيديله مكافأة 50,000 جنيه. حرامي حرامي. اوعى تدخل حرامي. حرامي ايه كتكنين؟ واحنا ناقصين؟ هم راضيين حد يسجنوني؟ يلا امشي بلا قلب يا كفار. رمضان ماما يا ماما. ايوه يا عليا. في ايه؟ رمضان رمضان جه يا ماما. رمضان رمضان. الحمد لله على السلامة. ازيك يا علي؟ ليه عملت في نفسك كده يا رمضان؟ ازيك يا رمضان؟ ها عملت ايه؟ خدوا منك الفلوس؟ هما مين دول؟ الحكومة. ما يقدروش. امال حصل ايه؟ سابوني لغاية ما حددوا ميعاد الجلسة. يا اختي عليك اسم الله يا اخويا، انت تعبان. خش يا حبيبي. اهلا وسهلا. خطوة عزيزة. اتفضل يا اخويا اتفضل. اقعد يا حبيبي. اتفضل اتفضل يا حبيبي. اهلا يا روح قلبي. عليا اعملي شاي لخطيبك ولا اقول لك اعملي شربات؟ لا بلاش. امال عايز ايه يا اخويا؟ انا جعان. يا عليا الاثنين دقيقتين وهحضر لك الاكل. يا اختي عليك وعلى جمالك اختي حلاوتك. الا قول لي يا اخويا. هم صحيح كام؟ هم ايه دول؟ 2 مليون. ايه؟ 2 مليون. 2 مليون؟ يا نهار ازرق. هي الاخبار عبال ما وصلت هنا بقوا 2 مليون. امال كام يا عين امك؟ مفيش والله ما في. هم 400,000 جنيه عمر. عمر؟ عمر ازاي بقى؟ حلوين يا اخويا حلوين. دول يبدوا 4 عمارات ويجيبوا تاكسيين ويخلوا العيشه نغنغه. اما قوم يا اخويا اعمل لك لقمه تاكلها يا ضنايا. ربنا يخليك لشبابك. عليا خلي بالك من خطيبك يا حبيبي. ايوه خلي بالك مني لا نط من الشباك. بايخه مش كده؟ عملت كده ليه يا رمضان؟ عشان نعيش. امتى؟ كلها كام سنه؟ اكني سافرت اي بلد عملت قرشين ورجعت.